اطولش عليكم وانا بعتذر جدا على التأخير، لكن ده نقدر نعتبره من ضمن الدرس. ليه بقى؟ لان انا قبل ما ابقى مدرب لحضراتكم فانا مونتير، وهي هو المونتاج كده اللاب. يعني احيانا بتضطرنا الظروف ان احنا للاسف بنتأخر، لان بيبقى العميل ليه طلب مستعجل، الحق عندي حفلة بكرة ولازم البرومو بتاعنا يبقى جاهز او العرض اللي احنا عايزين نقدمه جاهز، والحقنا ومش الحقنا. طب يا باشا انا ممكن انجز لك الشغل، لكن في بعد كده في تصدير وفي ريندرينج وفي وقت بيتاخد. اه تكفى يا ابو فلان، اه تكفى يا ابو فلان، دي مش هيفهمها غير اللي قاعدين في السعودية، فارجوك الحقني ومش عارف ايه. فبتضطر للاسف ايه يعني تعمل سوبرمان عشان تلحق تخلص الشغل وتسلمه للعميل عشان مجهودك كله ما يروحش، وبرضه العميل ايه ما يتحطش في موقف لا يحسد عليه. فانا بعتذر جدا، انا اضطريت اتاخر عشان احد العملاء كان ليه ايه كان ليه شغل مستعجل عايز ياخده، وبالتالي اتاخرت عليكم. طيب نبدا كده، هعمل سكرين شيرنج للشاشة عندي أول ما البريمير يفتح. بس لحظات، بسم الله الرحمن الرحيم، بريمير هيفتح دلوقتي وبعدين نبدأ نشتغل. احنا طبعا الفترة اللي فاتت أخدنا كذا حاجة في البريمير، هل ممكن حد في حضراتكم يقول لي ايه اللي خدناه في الأربع محاضرات الماضية؟ يلا هفتكروا معايا وفكروني كده، أخدنا إيه في الأربع محاضرات اللي فاتوا من كورس المونتاج بتاعنا؟ خدنا الأدوات فعلا يا سحر، إيه تاني؟ واجهة البرنامج يا شيماء والنوافذ فعلا، والأدوات زي ما قالت سحر ممتازين. تعريف المونتاج، مين هو المونتير، برامج وأنواعها، أسماء القطعات، ممتاز. طيب ممتاز جدا، احنا فعلا خدنا كل اللي حضراتكم بتقولوه، واخدنا كمان اتعرفنا على الافكتات اللي ممكن اعملها في البرنامج، واتعرفنا على الافكت كنترول، النافذة بتاعة التحكم في الافكتات اللي بدخلها على برنامج البريمير. تصحيح الالوان، فعلا هناخد يعني النهاردة هناخد 3 حاجات رئيسية وكم حاجة فرعية كده. هناخد ازاي نكتب بالعربي جوه برنامج البريمير باصداراته المختلفة، يعني في دلوقتي النسخ الجديدة بتقبل عربي، في نسخ ما بتقبلش عربي، هو في البداية اصلا ما كانش بيكتب عربي اساسا، فكان في اكتر من طريقة. تمام، هنتعلم النهاردة سوا. هناخد كده مقدمة بسيطة، او مش مقدمة بسيطة طبعا، اضحك عليكم لو قلت انها مقدمة بسيطة، لكن هناخد طريقة سريعة كده لتصحيح لوني سريع، لان احيانا بيجيلنا التصوير سيء جدا، غامق او فاتح، وبالتالي بنحتاج نعمل له كده كلر كوركشن سريع عشان نظبط الفيلم بتاعنا. وانا ان شاء الله هنزل لكم على الجروب بقى يعني كورس كلر كوركشن كامل، مش انا اللي عامله طبعا، انا يعني متعود بلاش اخترع العجل من الاول، لما في حد شارح حاجه افضل مني خلاص بنعتمد عليه وبنقدمها للناس. وان شاء الله انا هشوف لكم كورس كلر كوركشن يكون ممتاز كده، بحيث اللي عايز يبقى كلاريست في حضراتكم او عايز يبقى مونتير عادي لكن عنده خبرة قوية في الكلر كوركشن عشان ما يتحوجش لحد يقدر يتابعه. خليني اعمل دلوقتي سكرين شيرينج. بسم الله الرحمن الرحيم، طيب طيب اللي شايف بقى الشاشة بتاعت السكرين شيرنج من حضراتكم كده يضغط لي رقم 3، اللي شايف البريمير بتاعي. ممتاز جدا، طيب على بركة الله. طيب يا شباب، حاجة مهمة جدا قبل ما ادخل في كل اللي قلت لكم ده نبقى عارفينها، انا قلت لكم قبل كده ان احنا لازم نرتب ملفاتنا في مكان واحد يبقى معروف، صح ولا غلط؟ قلنا ان احنا عايزين نرتب ملفاتنا في مكان واحد، وقلنا ان نقسم الفولدرات بتاعتنا الاوديو والفاينل الملف النهائي
والصور والبروجكت نفسه وملفات البي اس دي وملفات الفيكتور حسب انواع الملفات اللي موجوده عندي. ليه قلنا الكلام ده؟ عشان ملفاتي تبقى منظمه. وقلت لكم حاجه مهمه جدا، ان برنامج البريمير ما بيتعاملش مع الملف نفسه، ده بيتعامل مع رابط للملف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو غيرت، لو كنت شغال على ماتيريال معينه او مقطع فيديو معين او مقطع صوت معين ومدخله جوه البريمير وغيرت مكانه، البريمير هيتوه منه، مش هيعرف فين مكان المقطع ده، ويفضل ايه يلطم لغايه ما اجيب له مكان الملف ده. تمام؟ زي ما هوريكم دلوقتي تجربه عمليه على موضوع الاوفلاين ميديا. يعني اوفلاين ميديا يعني هو بيقول لي ان انا مش عارف الاقي المكان اللي انت كنت حاطط لي فيه الملف ده. طيب تعالوا نشوف دلوقتي، ادي البريمير بتاعنا وكنا مدخلين الفيديوهات بتاعت خلينا نقفل بس كده الكلام ده هنا، نقفل ده تمام، ونيجي في الفيديوز هنا، خلينا نقول نمسح السيكونس ده. شوفوا ال 4K African Wild Life ده اللي احنا كنا شغالين عليه المرة اللي فاتت. خلينا هنا نقول له New Sequence from Clip عشان نعمل منه سيكونس جديد. ادي الفيديو بتاعي اهو. طيب بصوا يا شباب، هعلمكم برضو دلوقتي حاجة. دلوقتي انا الملف بتاعي اهو، الفيديو بتاعي اهو، عايز اعرف هو فين على الكمبيوتر. هل لازم اطلع ادور عليه؟ لا، انا ممكن اعمل كده كليك يمين واقول له اول حاجة، طبعا ده لما يكون عندي ملفات كتيرة، ادور اقول له ريفيل ان بروجكت، ده هيطلعه لي فين في البروجكت بتاعي، انا حاطه في انهي بن او انهي فولدر في جوه البروجكت بتاعي. لا، انا عايز اقول له طلعه لي على الكمبيوتر لان انا مش عارف مكانه مثلا، فهدوس عليه كليك يمين واقول له ريفيل ان اكسبلورر او ريفيل ان فايندر بالنسبه للماك، لكن اهو ريفيل ان اكسبلورر بيطلع لي مكانه، قال لي ادي ال 4K افريكان وايلد لايف. طيب ركزوا معايا، ادي الملف بتاعي موجود هنا اهو، تمام خلاص. لو عملت كده اهو مكانه اهو ومحطوط كده، وده المكان اللي قاريه البريمير، خدته كده وقلت له ايه، قلت له كات، وجيت مثلا قمت لازقه على الديسك توب، عملت له بيست تمام. قال لي ان يا سالم ده مستخدم دلوقتي الملف ده، فانا مش هقدر انقله، صح كده؟ طيب هقول له كنسل، ماشي خليك زي ما انت تمامك كده، وهقفل برنامج البريمير. حلو، بيقول لي سيف تشينجز، هقول له يس. طيب تاني نرجع تاني للسكرين شيرنج. معلش، اللي شايف النافذة بتاعت اللي شايف النافذة بتاعت الديسكتوب عندي يضغط رقم 2. طيب معلش، اصل هو قفل السكرين شيرنج لما قفلت البريمير. طيب انا قفلت البريمير، هرجع تاني للفيديو بتاع ال 4K افريكان ده واعمل له كات، وبعد كده اجي انقله على الديسكتوب هنا. خلاص نقلته اهو، تمام ما بقاش موجود. افتح البريمير تاني، وانا في جرس عمال يرن عندي قدام البرنامج، ولا حد جاي لي ضيوف ولا ايه، مش فاهم. هل حد عنده اي علم الجرس ده جاي منين، ولا دول الناس اللي كانوا مزوغين جايين متاخر؟ طيب هفتح تاني الملف بتاع التيست، ولو تفتكروا قلت لكم انا افتح البريمير لاول مره، تمام بيجي لي الويندو دي لو تفتكروها، دينا بنراجع سوا هنا بتبقى البروجكتات اللي انا لسه مشتغلها قريب، وهنا لو انا عايز اعمل نيو بروجكت، وهنا لو انا عايز بروجكت جديد اوبن بروجكت بس مش موجود في الريسنت. خلاص مفهومه دي؟ طبعا ده اخر بروجكت انا كنت شغال عليه اللي هو التيست، فتحته كده. اول حاجه عملها لي قال لي الحق يا عم المونتير، عندك ميسنج ميديا. ايه الميسنج ميديا؟ قال لي الكليب ده، تمام الكليب ده انا مش لاقيه، فلو سمحت هاتهولي. قال لي اسمه اهو، وكان موجود في الحته الفلانيه، يعني هو بيفكر معاك للنهايه، بيقول لك اسمه
وكان فين عشان تحاول انت تفتكر، لان احيانا بتتوه من الملفات، بيقول لك ده اخر مره كان في الحته الفلانيه، فانت تفتكر اه والله الحته الفلانيه دي ده انا نقلتها وديتها مكان تاني. طيب ساعتها بيبقى عندنا كذا اوبشن، يا اما الملف ده انا ما اقدرش اكمل شغل من غيره فلازم اقول له لوكيت، لوكيت يعني حدد احدد، تمام؟ يا اما ان انا عايز اقول له لا والله ممكن استغنى عنه دلوقتي فاقول له اوف لاين. طيب اوف لاين عندي اوف لاين واوف لاين اول. اوف لاين اول دي لو انا عندي اكتر من ملف، ولو انا في ملف عايز اجيبه وملف مش عايز اجيبه فبختار اوف لاين ملف ملف، لكن لو انا اوريدي مش عايز كل مجموعه الملفات دي فاقول له اوف لاين اول. قلت له اوف لاين اول هيحصل ايه يا شباب؟ تعالوا نشوف. ادخل هنا الاقي الدنيا بقت حمرا دم ومكتوب لي ميديا اوف لاين. يعني ايه؟ يعني هو مش لاقي الميديا خلاص وانت قلت لي اوف لاين فانا عملت لك اوف لاين، فهتفضل كده. يا عم ازاي انا اشتغل ازاي؟ هيقول لي ما انا قلت لك فين الحاجه انت ما رضيتش تقول لي مكانها، فبالتالي مع نفسك. طيب فبالتالي مع نفسك اعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ عندي حل من اتنين، يا اما ان انا لما كان في البدايه قال لي ان في ملف ميسنج اقول له لوكيت حدد لي مكانه واقول له المكان الجديد، يا اما ان انا ارجع الملف مكانه. خلاص انا حطيته على الديسكتوب ارجع. انا اسف متابع وبشده. يا داوود انت لسه فاكر يا عم؟ لا يا عم عليك 200 جنيه، ما يصحش كده، اتاخرت كتير يا برنس، ما فيهاش متابع وبشده والكلام ده. يلا اللي لسه معايا يضغط لي رقم 4 كده في السريع. انت معايا منين يا ابني؟ انت لسه داخل. فين الباقي؟ فين الأستاذة سحر وفين منتصر؟ فين الناس؟ طيب ماشي حلو نكمل. يا اما ارجع له ملف مكانه واقول له في نفس المكان، يا اما ان انا خلاص عايزه على الديسك توب فهرجع هنا اقول له تعالوا نشوف هنا. اهو الافريكان وايلد لايف ده اهو، بصوا بيبقى عامل ازاي، بيبقى ميسنج كده، عامل لي علامه استفهام، فادوس له كليك يمين واقول له ايه؟ لينك ميديا، لينك ميديا، فهيطلع لي نفس الويندو اللي انا قفلتها في البدايه، اهي نفس النافذه دي اللي قال لي لينك ميديا، تمام؟ كان قايل لي هنا ميديا ميسنج، صح ولا غلط؟ طيب هقول له بعد كده يا عم الحاج لوكيت بقى، لوكيت، فيقول لي والله يا عم سالم الحاجه دي اخر مره لاست باث المسار الاخير بتاعها كان في المنطقه الفلانيه، حدد لي بقى انت فين مكانها. فاجي هنا كده اقول له تعالى على الديسك توب. طيب هو ده الفيديو بتاعي. طيب عايزكم تركزوا معايا في النقطه دي، شايفين ديسبلاي اونلي اكزاكت نيم؟ ايه دي يا جماعه؟ دي دلوقتي لو انا عندي ملف مثلا بمنتجه جواه 100 فيديو وانا بدور على فيديو معين، تخيلوا كده يطلع لي لسته من 100 فيديو هنا، واقعد ادور بقى وممكن اخد واحد غلط فيضرب لي الشغل كله لاني بدلت الملف ملف تاني. ديسبلاي اونلي اكزاكت نيم دي بيعرض لي بس الملف اللي يحمل نفس هذا الاسم، هو ضايع منه ملف اسمه كذا 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 كذا، اما اجي هنا بيطلع لي الملف ده فقط، بيطلع ليش اي ملفات فيديو، يعني يكشي يكون هنا في 1000 ملف فيديو هو مش هيعترف بيهم، هو هيدور على المقطع اللي يحمل نفس الاسم. دي بتسهل لنا كتير جدا في البحث لما عندنا كميه فيديوهات كتيره، بيطلع لنا الفيديو بس اللي ضايع مني او اللي هو بيدور عليه حاليا. طيب هختار كده واقول له اوكي، ابص الاقي ايه اللي حصل، اوبا كل حاجه رجعت لانه عرف المكان الجديد بتاع الملف. خلاص مفهوم الحته دي؟ عرفنا ازاي نحل المشكله بتاعت الاوفلاين ميديا. يلا اللي فهم معايا الموضوع ده يضغط رقم 7. ايه الجرس ده؟ ايه الجرس ده؟ يا سحر انت عماله ترفعي ايدك وانا مش عارف، مش عايزك تذنبي نفسك بس مش عارف اعمل ايه. طيب خلاص. طيب نرجع تاني ونقول عشان كده يا جماعه لازم نحط كل ملفاتنا. طب اقطعوا الكهرباء عنه يا ياسمين، مش هينفع كده، احنا اصلا متاخرين مش عايزين دوشه. اسمه ايه ده؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
ده يخلينا دايما نرجع ونقول ان ما تحطش ما تبعترش ملفاتك يا جماعه. اول حاجه تعملها تسمي بسم الله الرحمن الرحيم، تعمل نيو فولدر، تفتح جواه فولدرات تانية الصور والاصوات والمؤثرات وكذا 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 وكذا، حلو، وتحطهم ترصهم مع بعض والبروجكت في نفس المكان. واما اجي انقل عندي بروجكت اسمه اضاحي العيد، اخده كده كوبي زي ما هو اضاحي العيد بكل اللي جواه، ما اخدش حاجه منه واجري. تمام، خلاص مفهوم الحته دي، عشان ما الاقيش نفسي اشتغلت شغل كتير. مره كنت بدي محاضره في اللايف، يعني في قاعه كان قدامي الطلاب، وبعد كده ايه قلنا لهم يا شباب بعد اذنكم يلا، يعني كان بروجكت عملي كده، خليناهم ينزلوا يصوروا في الساحه بتاعه المكان اللي كنا بندرب فيه، وبعدين يطلعوا ياخدوا الماده اللي هم صوروها حالا يمنتجوها ويعملوا لها تصور وهكذا. ففي شباب طبعا بيجي لك شباب مثلا معهمش الاجهزه بتاعتهم او كده، فبيمنتجوا مع اصحابهم، ففي شباب منتجوا مع واحد صاحبهم، بعدين صاحبهم عرض قبلهم وخد بعضه وخد لابتوب ومشي، جم التانيين يعرضوا من على الفلاشه، هوب ده كانوا عايزين يعرضوا على البريمير نفسه ما صدروش، ايه ده فين الماتيريال فين الحاجه، ضاع شغلهم كله. طبعا ايه بقى الوجه الشرير بتاعي ظهر، وقلت له ماليش دعوه انتوا ما اديتونيش مشروع، فبالتالي ساقطين، وكنت شرير جدا وقعدوا يعيطوا وكده. طبعا بضحك عليكم اكيد ما عيطتهمش ولا حاجه، لان يعني فكره البروجكت بتاع التخرج مش انك تعذب الناس، لكن ان انت تبقى ايه متاكد ان هم ملمين باللي انت اديته لهم، وده اللي هعمله فيكم ان شاء الله، ان انا اعذبكم، قصدي هتاكد انكم ملمين باللي انا اديته لكم ان شاء الله. الاسبوع الجاي هنتفق دلوقتي على مشروع التخرج بتاعكم. فخلاص الحته دي مفهومه، كل اللي فهمني في الحته دي اكتب 18 بقى، عشان دي حته تقيله، فلازم نبقى ايه متاكدين ان احنا مدركينها، او نكتب 118 يعني عشان نبقى فاكرين الموضوع، ان الاستاذ سالم كان بيغتت علينا، وكنا بنختار منها ننزل الصوت ضعيف جدا. يا ابني نفسي اصور لك سيلفي الوضع المايك بالنسبه لي، يعني انا ببوس المايك حضرتك، فراعي راعي النقطه دي. فبيبقى عندهم هنا تايب، وبنختار تايب من هنا، لكن دلوقتي هبقى انزل لكم فيديو على الجروب في النسخ القديمه، لكن دلوقتي النسخ الجديده بقى فيها حرف التي ده هنا. فحرف التي ده كل اللي عليا ان انا ادوس عليه واجي فين، اجي هنا؟ لا مش هيعمل لي حاجه هنا. احنا طبعا متعودين ان كل شغلنا في التايم لاين هنا، وكل الادوات بتشتغل هنا، ما عدا كم اداه كده منهم العدسه مثلا، لا والعدسه برضو بتشتغل هنا، بس الفتي ده أداة التايب، أداة التايب وأداة الهاند كده، لو أنا مكبر مثلا عامل كده 100%، أداة الهاند بتشتغل هنا في القايمة بتاعة العرض، في النافذة اللي بتعرض لي العمل النهائي، تمام. وأداة التايب ما بكتبش هنا، بكتب هنا، بصوا أول ما أدوس هنا خلاص أوتوماتيكلي طلع لي لاير جديدة هنا مكتوب عليها جرافيك، عشان هو لسه مش عارف هيتعامل مع ايه، وابدا اسمي الله هنا الكتاب بالانجلش. النسخه دي بتاعتي على الارجح مش النسخه اللي بتكتب عربي برضو، بس خلينا نجرب نكتب كده قلبنا عربي ونكتب تجربه. طيب ممكن اتخض واقول ايه هو ما بيكتبش عربي يا عم الحاج، اقول له لا ما تستعجلش، البريمير مش زي بقيه البرامج، يعني انت في الفوتوشوب لو جايب خط انجليزي وكتبت عربي هيكتب لك عربي وهو يحول لوحده، لكن البريمير في النسخه دي اللي بدأت تكتب عربي متخلف شويه، لازم تقول له اختار لي فونت عربي. منين بقى؟ احنا قلنا ان هنا اي حاجه بننزلها بنتحكم فيها من الايفكت كنترول، طب هتحكم فيها بالايفكت كنترول منين؟ تعالوا نشوف، عندي اهو قال لي انت عندك تكست اسمه تجربه ودي خصائصه. هنا اهو اقدر بقى اتحكم في الباراجراف بتاعي اذا كان في النص ولا واخد يمين ولا واخد شمال، طبعا انتوا شايفين الحركه هنا شغاله بدماغها، لكن احنا بعد كده بنظبط، يعني احنا نخلي الاورينتيشن بتاعنا ان هو في السنتر مثلا، عشان لما اجي اكتب يبقى الحركه لليمين والشمال، وايه وبعد كده احرك البوزيشن بتاعي براحتي زي ما انا عايز. طب بس قال لي هنا تقدر تختار نوع الخط زي الوورد وزي الفوتوشوب وزي كل حاجه، لكنه سخيف شويه النسخه دي فعلا. ليه؟ لانه اول حاجه ملخبط الخطوط العربي على الخطوط الانجليزي، فانت لازم تبقى عارف اسم الخط اللي انت عايز تستخدمه، ده اولا. ثانيا ما بيعملش سيرش، يعني ما اقدرش ادور على خط معين اقول له هات لي خط معين كده اكتب لي هنا مثلا ام سي اس او اريال او الحاجات دي، ما بقدرش
اكتب بخط معين من البدايه، لازم اقعد ادور عليه. طب ايه كمان؟ لو انا وصلت مثلا، شوفوا احنا بدانا اهو بيجيب لي الارقام الاول والرموز الاول، اديني في حرف الايه. حلو يا شباب. وبعدين اخترت مثلا وليكن الفونت ده اللي هو اريال اهو، تمام. مش عايز الاريال وعايز اكمل على اللي بعد الايه، اوبا لقيته برجع لي من الاول تاني. فانا كل مره لازم ارجع ادور من اول وجديد. طيب انا اخترت فونت عربي فعلا، لكن فوجئت ان التكست اللي طلع لي مش عربي، ده متلخبط. طيب ايه العمل؟ ايه العمل؟ ازاي اكتب عربي؟ طبعا دي نسخه ما بتكتبش عربي، النسخه اللي بتكتب عربي اوتوماتيكلي هتلاقوها بتكتب تجربه عادي جدا، ما عندهاش اي مشاكل. طيب ليه ما بتكتبش عربي مع ان ده احدث اصدار؟ تعالوا نشوف. في اعداد لازم نعمله، وهنزل لكم الصوره في الجروب. لازم نعمل نتاكد ان الاعداد بتاعتنا معده ان انا اكتب عربي. ازاي؟ تعالوا نروح عند ايديت كده ونقول له بريفرنسز، تمام، ونقول له هنا عند الايه، فين التايب؟ مفيش هنا تايب. طيب تعالوا نشوف، ندخل على الجنرال كده وندور عليها واحده واحده. هنا المظهر، هنا الاوديو، الكابتشر، الديفايس كنترول، الجرافيكس. بصوا يا شباب، شوفوا ركزوا معايا، انا ما بيكتبش عندي عربي مع ان دي نسخه داعمه للعربي. ليه؟ لان انت لازم تقول له يا عم البريمير انا عايزك تكون معد انك تكتب لي عربي. ازاي بقى؟ دخلت انا فين؟ دخلت على الايديت، على البريفرنسز كده، وقلت له ايه؟ جرافيكس. خلاص، لانه في النسخه دي كان مازال بيتعامل مع الاضافات دي على انها جرافيك، سواء بقى تكست او مربعات مثلثات، تمام. طيب واقول له هندخل هنا في الجرافيكس، هيقول لي عندك حاجه اسمها تكست انجن، محرك النصوص. قال لي انت دلوقتي مختار اوروبا وايست اسيا، تمام، بينما انا عايز ايه؟ انا عاوز ساوث اسيا والميدل ايست. ليه الميدل ايست؟ لان الميدل ايست دي المنطقه بتاعتنا اللي من ضمنها لغات اللغه العربيه، تمام. لو ايه لغات اللغه العربيه؟ من ضمنها اللغه العربيه، عفوا. خلاص هقول له هنا اختار لي الساوث اسيان اند ميدل ايسترن. خلاص، هنا بيقول لي عايز الباراجراف يتكتب من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال. احنا بنكتب ايه؟ من اليمين للشمال. خلاص، ونقول له اوكي. حلو، هو قال لي خد بالك يا عم سالم ان اللي انت عامله ده لن يفعل الا بعد ما تراستر البريمير. فهقول له فايل سيف، خلاص، واقوم قافل البريمير، تمام، واقوم راجع واخد ده كده اعمل له كات، نرجعه جوه فيديوز تاني عشان تبقى حاجتي كلها في مكان واحد. وبعد كده اقوم فاتح برنامج البريمير مره تانيه. يلا اللي لسه معايا في حضراتكم لغايه دلوقتي يضغط لي رقم 8. جميل جدا، ممتاز يا شباب. رجعنا تاني، فتحنا برنامج البريمير ودخلنا على اللاست بروجكت، لاست اوبند بروجكت او الريسنت. حلو، فتحت البرنامج، تمام، وبعد كده عملت للبرنامج بتاع الشاشه بتاعتي. خلاص عايز اكتب عربي بقى، اعمل ايه تاني؟ اروح لحرف التي ده وانزل اجي هنا على الشاشه واقول له يا استاذ اكتب لي كلمه تجربه. فهلاقي نفس القصه، مربعات. حلو، هكتب اللي انا عايزه واحدد عليه كده، واجي منين؟ من الايفكت كنترولز، ادخل هنا اقول له اختار لي خط عربي، ندور تاني على الاريال. تخيل بقى انت عايز خط في اخر القائمه بقى، وجيت في النص غيرت رايك واخترت حاجه تانية ما عجبتكش، رجعت تفضل تعاني هذا العذاب. ولذلك نسخه 2008 تعتبر معجزه، 2018 عفوا،
لانها حلت لنا الموضوع ده. بقيت بتستخدم الخطوط كانك بتستخدم الفوتوشوب. بص بقى اللي حصل. طبعا اقدر اتحكم في حجم الخط بقى من هنا بالكامل، اقدر اخليه في المنتصف او اليمين او الشمال زي ما شفتوا، احول وبيعكس الدنيا، ما مش مشكله. زي ما اتفقنا النصوص في الجزء ده سخيفه جدا، لكن زي ما احنا شايفين كتب لغه عربيه فصحى زي ما احنا عاوزين. طيب دي اول حاجه. النسخ اللي ما بتكتبش عربي عندها حل من اتنين، حل بدائي وحل متوسط. الحل البدائي ان احنا بنكتب في برنامج الفوتوشوب، ان احنا بنفتح برنامج الفوتوشوب وبنصدر الملف بتاعنا بصيغه بي ان جي او بي اس دي، تمام، وبناخد الصوره دي. ليه بي ان جي او بي اس دي؟ لان دول خلفيتهم بتبقى شفافه ومفرغه، حلو. وبعد كده بندخلهم انت ما كنتش موجود يا داوود ولا ايه؟ انت ما سمعتش احنا قلنا ايه؟ ماشي مش مشكله. لا كنت موجود على فكره، انا ما بجيبش سيره حد من وراك. المهم نرجع تاني اهو. بنستخدم برنامج الفوتوشوب في ان احنا نعمل ملف نكتب فيه النص اللي احنا عايزينه وندخله بعد كده للبريمير كصورة مفرغة عادي جدا. طيب ايه كمان عندنا؟ لو جينا هنا على البراوزر بتاعنا ودخلنا على حاجة اسمها Arabic Keyboard، هحط لكم الرابط بتاع الموقع في الجروب اهو. Arabic Keyboard ده بندخل عليه وبنكتب اللي احنا عايزينه. تجربة كده. طيب لما بنكتب تجربة كده بنلاقيه هو لخبطها تحت، ونقول له كده تحويل ونسخ او ناخدها كده كوبي، حلو. هو اوريدي راح شقلبها لي. ليه بقى؟ عشان لما ادخل في البريمير اللي هو بيشقلب اصلا تظبط معايا. طيب بصوا هنا اللي حصل، النسخة دي مش هيظبط الموضوع ده فيها لان النسخة دي مظبوطة بتكتب عربي اصلا، فانت لما تحط له حروف متلخبطة هيطلع لك متلخبطة. لكن النسخ القديمة اللي ما بتدعمش العربي اصلا لما تحط لك كلمة متلخبطة اوتوماتيكلي هتتعدل، تمام. دول يا جماعة الطرق اللي بنكتب بيها العربي في برنامج الادوبي بريمير. يا ريت اللي فهم معايا يضغط رقم واحد. يلا فين الباقي؟ فين بقية الوحايد؟ ممتاز جدا. يا ابني ركز معايا وبطل تناكب في شادي. فين الأستاذة سحر محمد؟ يا سحر أين الواحد؟ طيب نكمل. يبقى احنا حتة الكتابة باللغة العربية اتعلمناها في برنامج البريمير. خلينا بس نعمل تراجع كده، كنترول زد. طيب حلو، ممتاز جدا. اكيد طبعا، هو لو ما كانش حد يغلبنا زي الاخ داود كنا عملنا ايه. طيب طبعا لما بحط تكست هنا اقدر اتحكم فيه بمنتهى البساطة بقى، اكبره اصغره، اجيبه يمين اجيبه شمال زي ما احنا اتعلمنا، صح ولا غلط؟ طيب نيجي بقى لنقطة تانية مهمة وجميلة، ازاي اعمل color correction سريع. طبعا زي ما قلت لكم انا بقى بضحك عليكم لو قلت لكم ان انا هديكم دلوقتي كل ما يمكن عمله في color correction. لا طبعا، كولر كوريكشن ده كورس متخصص ومش اي حد لازم ياخده، لان مش لازم كل مونتير يبقى كولرست. الشغل الاحترافي ان المونتير مونتير، واللي بيعمل هندسه صوتيه بيعمل هندسه صوتيه، واللي بيعمل كولر كوريكشن بيعمل كولر كوريكشن. واحد كده باشا وظيفته انه ايه؟ يعمل كولر كوريكشن، وده بياخد فلوس اكتر من المونتير نفسه. لان ده باشا بقى معلم بيعرف يظبط الالوان ويوحد لك لون ويخليه كله ميه واحده،
ما تلاقيش حاجة مصورة بلون وهنا بلون، لا في واحد وظيفته انه يظبط الدنيا دي. لكن بما اننا في المجال التجاري بنضطر نعمل كل حاجة بنفسنا، فبمنتهى البساطة ادي الفيديو بتاعي، هو فيديو الوانه ممتازة، لكن نفترض افتراضا ان ده فيديو الوانه يا ابني اسكت بقى، خلينا اشرح للناس، بطل شقاوة، عامل لك بان والله، معرفش بيتعمل ازاي بس ممكن ندور يعني. المهم ادي الفيديو بتاعنا، هنفترض ان، واحنا كده بنفتري مش بنفترض، هنفترض ان ده فيديو الوانه سيئة، تمام، ربنا يسامحنا بقى، عايزين نغير في الوانه. طيب ابسط حاجة عشان اوصل هنا، احنا ممكن اي حاجة في الكالر كوريكشن بوصل لها من الفيديو افكت. الفيديو افكت هلاقي فيها حاجة اسمها ادجاست اللي هي اعدادات، وهلاقي فيها الايمج كنترول، وهلاقي فيها، لحظة واحدة، هلاقي فيها كمية حاجات اقدر اتحكم بيها في الالوان بتاعة المقطع بتاعي، من ضمنها الكالر كوريكشن. ادخل الاقي حاجات كتيرة جدا انا مش عارف ايه ده ومش عارف اعمل ايه. طيب ابسط حاجة ان انا اجي هنا، بصوا يا شباب انا قلت لكم في البداية لما كنا بنتعلم الواجهات ان هو كل واجهة ليها اعدادات معينة، فتعالوا هنا بيقول لي كالر، ايه الواجهة بتاعت الكالر دي؟ ركزوا معايا كده، ادي الواجهة بتاعت الكالر، ابص الاقي الواجهة بتاعتي بتتغير، شكلها بيتغير، تمام. تعالوا نشوف كده، اول حاجة هلاقي انه هنا عندي نافذة او بانل اسمها كرييتيف. كرييتيف دي بمنتهى البساطة فيها حاجات جاهزة، بصوا تعديل لوني جاهز، بختار انا كده يمين وشمال اختار اللي انا عايزه، حلو. طيب بس مش ده اللي انا عايزه، انا عايز اعمل color correction، احيانا مش هيناسبني الكلام ده، حلو، اعمل ايه؟ هقفل الكرياتيف دي خالص واختار الكيرفز، المنحنيات دي عندي اللون الجنرال ده اللي بيتحكم لي في الحاجات كل الالوان مرة واحدة، واحنا بنشتغل على بصوا اي color correction حتى في الفوتوشوب بيشتغل على 3 نقط، بيشتغل على حاجة اسمها الشادوز يعني الظلال، تمام، او النقط الغامقة في الصورة او الفيديو اللي قدامي، وبيشتغل على الهايلايتس اللي هي النقط الاكثر اضاءة، تمام، وبيشتغل لي على الميد تون اللي هي ايه النقط المتوسطة. طيب تعالوا نشوف انا دلوقتي عايز افتح ولا غمق، تعالوا نيجي في النص كده للكيرف ده، تمام، انا اهو فتحت، لو انا الصورة بتاعتي غامقة فانا كده فتحت. طيب لو انا عايز العكس، الصورة فاتحة وعايز اغمق، بنزل لتحت. طيب انا كده على الارجح شغال على الميد تونز اللي هي النقط الوسطى، اقدر اجي اسحب من هنا، بصوا الدنيا تختلف معايا، هلاقيه بيركز على نقط غير النقط بتاعت تحريك اللي في النص، يعني انا هنا لما حركت دي ركز لي على نقط معينة بتتغير، هنا لما ركزت على دي نقط معينة تانية ألوانها بتتغير، وركزت على النقطة دي هلاقي نقط تانية ألوانها بتتغير. طيب خلينا نعمل كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد كده، نتراجع نرجعها زي ما كانت، خلاص. يبقى أنا بمنتهى البساطة وبأسرع حاجة لما يكون عندي حاجة فاتحة عايز أغمقها بسحب من النص لتحت، تحت بقى أجي يمين أجي شمال لغاية ما ألاقي الصورة ظبطت معايا، عايز افتحها بعمل العكس. طيب ده لما تبقى الدايره بتاعتي كده على اللون الابيض، وده بيبقى جنرال، يعني ايه بيغير لي الالوان بتاعت الفيديو او الصوره كامله. طيب انا عندي هنا 3 الوان تانية ار جي بي، ريد جرين بلو، يعني ايه الكلام ده؟ الريد والجرين والبلو لو اي حد في حضراتكم اشتغل فوتوشوب قبل كده يعرف ان نمط الالوان عندي نمطين رئيسيين، هما اكتر من نمط بس في نمطين رئيسيين معروفين، عندي الار جي بي اللي هي رجب، بس مش حوش صاحبك عني، رجب اللي هو معانا ده احنا عايزينه مش عايزين نحوشه، ده ريد وجرين وبلو، دي الالوان اللي بتتعرض على شاشه. يعني ايه على شاشه؟ يعني على اي شاشه، اي حاجه تتعرض على شاشه تلفزيون، شاشة موبايل، بروجيكتور، كمبيوتر، كل الحاجات دي بيبقى لونها ار جي بي، دول 3 الوان. لكن اي حاجة هتطبع بيبقى لونها سي ام واي كي،
اللي هم السيان والماجنتا واليولو، اليلو والبلاك. لو اي حد في حضراتكم تعامل مع مطابع وراح مطبعه هيلاقي اي مكنه طباعه فيها 4 تنكات الوان، بيبقى فيها لون سيان، السيان ده اللي هو اللبني الفاتح، اللون ازرق كده فاتح خالص، تمام. وهيلاقي الماجنتا او الماجنتا، الماجنتا ده اللون احمر فاتح برضو، وهيلاقي الاصفر وهيلاقي الاسود. طب ايه دول يا عم الحاج؟ قال لي ان ال4 الوان دول في الطباعه بيشكلوا لي كل الالوان الباقيه. طيب بما ان احنا شغالين في فيديو هيتعرض او شغالين على الوان على الشاشه، ده فيديو هيطبع الفيديو؟ لا طبعا مش هيطبع، دي الوان هتعرض على الشاشه، فبيشتغل على الار جي بي. طيب تعالوا كده نشوف لما نروح للريد. جاب لي شريط او خط لونه احمر في الكيرفز. طيب ده معناها ايه؟ انه بيغير النقط الحمراء بس. طيب لما نيجي نقلل الحمار، عكس الحمار ايه؟ الزرقان. فهلاقي ان الازرق زاد، لما اجي ازود الحمار هلاقي الاحمر زاد، خلاص يبقى انا كده بقلل. يعني ايه الكلام ده؟ باختصار شديد انا في الكالر كوريكشن بشوف ايه اللي ضارب عندي وامشي عكسه. يعني ايه؟ الصوره غامقه بفتحها، الصوره فاتحه بغمقها. طيب الصوره غالب عليها الحمار فامشي عكسه، اروح ناحيه الازرق. طيب الصوره غالب عليها، خلينا نرجعها زي ما كانت، الخضار، اعمل ايه؟ امشي عكسه اهو، هقلل الاخضر الاقيها اتجهت ناحيه الموف، لو ارجع تاني فوق الاقي الاخضر زاد، وكذلك الامر الازرق، انزل تحت كده الاقي الاصفر زاد، امشي عكسه. فهمنا النقطه دي؟ يعني ببساطه شديده الكالر كوريكشن عشان الناس ما تبقاش معقده او خايفه منه، تمام. الموضوع ببساطه شديده ان انت بتبص للفيديو بتاعك بتشوف ايه الحاجه اللي مسيطره عليه. هل هو غامق فبفتحه، هل هو فاتح بغمقه، في لون معين مسيطر. احيانا يكون مصورين في جو مديني احمر فالاحمر زياده، خلاص بمشي عكس الاحمر ناحيه الازرق، تمام. وباختصار شديد قلنا لما انزل لتحت كده انا بقلل تاثير عندي، يعني لو بنزل لتحت في العام يبقى انا بغمق، بطلع لفوق بفتح، كذلك الامر بنزل لفوق بطلع لفوق وانا مختار الازرقات يبقى انا ايه؟ بزود اللون الازرق، بنزل لتحت يبقى انا ايه؟ بقلل اللون الازرق، وهكذا. خلاص اتفهمت دي يا شباب؟ النقطة بتاعت الكالر كوريكشن دي مفهومة؟ طيب هرجع تاني هنا للإيديتنج بتاعتي. أنا كنت بإيديت هنا بس مش دي الويندو اللي أنا كنت شغال عليها، كنت شغال كده هنا. طيب منين جبنا تاني الكالر كوريكشن؟ دخلنا من فوق على الكالر، حلو. فالكالر جاب لنا النوافذ دي، فأنا هروح هنا هلاقي كذا حاجة طبعا، لكن أنا ببساطة شديدة هروح للكيرفز، تمام. لو لقيت دي مقفولة افتحها من الار جي بي كيرفز واتحكم من هنا في اللي انا عايزه. خلاص عرفنا حتة الكالر كوريكشن دي. طيب خلوني كده دلوقتي، خلصنا تاني حاجة مهمة، اهم حاجة بقى التصدير. فين اسماء؟ اسماء سألتني على التصدير وما جاتش. طيب عادي، خلينا هي تقدر تشوف المحاضرات اوفلاين وبعدين نوريها تاني. انا قلت لها تستنى معانا لغايه المحاضره الجديده عشان ما نحرقش الدنيا. طيب اللي لسه معايا يصلي على النبي. وتصلوا على النبي يا ابني. ايوه افضل الصلاه والسلام. خدوا ثواب كده بدل ما احنا عمالين نكتب ارقام عشوائيه وخلاص. لا والله. يا شيخوي. طيب حلو، انا دلوقتي خلصت شغلي ومنتجت وعملت كل حاجة، عايز اصدر العمل بتاعي. نركز مع بعض ونصلي على رسول الله. دلوقتي ادي الملف بتاعي، فلنفرض ان انا مش عايز اصدر لاخره، يعني انا مش عايز اصدر لغاية هنا. انا الناس قالوا لي احنا عايزين دقيقة بس من العمل، خلاص ادي الدقيقة بتاعتي، عايز اصدر هنا كده. بعمل ايه يا شباب؟ عندنا
حرف الاي على الكيبورد وحرف الاو على الكيبورد. او يعني اوت، اول ما ادوس عليها كده ايه اللي حصل؟ اه علم لي، مش محتاج اعمل ان بقى الا اذا لو انا ان من الاول خلاص اللي هو الاي مارك ان، مش محتاج الا لو انا مش عايز الاول كله، يعني لو انا عايز كده اغير هنا. حددت ان واوت، يعني ايه ان واوت؟ يعني والله بقول له انا عايز اصدر من هنا لهنا، تمام؟ طيب بعد ما عملت الان والاوت اقدر اغير فيهم عن طريق ان انا اسحب كده او اسحب كده، اغير نقطة البداية ونقطة النهاية. فانا دلوقتي هقول له خد الكل، تمام، وتعالى هنا خد الكل. خلاص حددت له انا عايز الفيديو بتاعي يبدأ منين لفين. نركز بقى، لان احيانا ممكن يكون عندي فيديوهات كتير وانا مش عايز اصدرها كلها، عندي فيلم ساعة وعايز اقسمه نص ساعة نص ساعة، فبحدد ان واوت، ان في اول الفيلم واوت في نص الفيلم. خلاص عرفنا الان والاوت دول كتبناهم ازاي، من الكيبورد عملت ان ومن الكيبورد عملت اوت. يلا اللي فهم حتة الان والاوت يعمل لي يكتب لي اي واو. تمام جميل جدا، فين الباقي؟ ممتاز. ها يلا يا داود، ولا دي كمان كتبتها في سرك؟ طيب حددنا الان والاوت بتوعنا، عايزين نصدر الفيديو. احنا اتفقنا اي او اس ماشي يا عم الايفون، احنا اتفقنا لما بنيجي نحفظ ملف بنضغط سيف صح، اللي هي كنترول اس. لكن دلوقتي احنا عايزين نصدر، هل سيف دي هتحفظ لي الملف؟ لا مش هتحفظ لي حاجه. ازاي بقى بصدر؟ بفتح فايل واقول له اكسبورت. يعني ايه اكسبورت؟ يعني تصدير. واجي هنا اضغط على ميديا، طيب وممكن اختصر كل ده واضغط كنترول ام. طب انا عايز تاخد بالك من حاجة، شوف كلمة ميديا هنا مش مقفولة زي بقية الحاجات. طيب تعالوا احنا شوفوا، لما بقف انا على اي ويندو من الويندوهات او النوافذ اللي عندي في البرنامج بيعلم لي عليها بفريم ازرق كده، شايفينه؟ في فريم اهو بيجي هنا كده بيقول لي ان انت واقف في النافذة دي، لما باجي هنا بيقول لي انت واقف في النافذة دي، هنا بيقول لي واقف. المهم ان انا عشان اصدر لازم اكون واقف في النافذة بتاعة التايم لاين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت هنا وقفت في النافذة دي وقلت له فايل اكسبورت كده اهو، هلاقيها مقفوله. اوبا ليه؟ قال لي عشان انت مش واقف لي على التايم لاين. هصدر ايه؟ انت الماتيريال بتاعتك او الفيلم بتاعك اللي انت منتجته عامله في التايم لاين ومش واقف لي على التايم لاين، انا اصدر لك منين؟ فاقول له انا اسف جدا لحضرتك، تعالى انا هقف على التايم لاين واتاكد انه متحدد، واقول له فايل اكسبورت ميديا. ركزوا معايا بقى في الويندو دي عشان دي الويندو الاخيره اللي بتظهر لي لما باجي اتعامل مع البرنامج. بالظبط كده هيصدر لك الطرشه. طيب الويندو دي اهي زي ما احنا شايفين هتظهر كده، حلو. اهم حاجه فيها الفورمات. يعني ايه الفورمات؟ يعني نوع الفيديو بتاعي، نوع الفيديو بتاعي. انا هنا كنت مختار ويف عشان اخر حاجه صدرتها كان صوت، لكن لما باجي افتحها بلاقي حاجات كتيره جدا، صوره جي اي اف، عايز ملف كويك تايم اللي هو دوت موف، عايز ملف ام بي 2 ام بي 4، تمام، عايز اي، عندي كذا صيغه، عايز اي في اي، كل دي صيغ فيديو. طب يا جماعه ايه اللي بيحكمنا في الموضوع ده؟ قاعده عامه، اي حاجه هعرضها على مثلا سوشيال ميديا او جهاز الكمبيوتر فقط بعرضها، بختار صيغه اتش 264. اشمعنى؟ ودي مش البلوراي دي، ليه يا عم سالم قلت لنا الصيغه دي؟ لان دي الصيغه السوبر. يعني ايه السوبر؟ يعني دي بتديك اعلى ريزوليوشن، اعلى جوده وضوح للفيديو باقل مساحه. هي دي يا عم سالم؟ اه متاكد متاكد. طب ما في الاف ال في كانت بتبقى اقل منها، اقول لك اه بس دي ما بتحافظش على الكواليتي، تديك فيديو حجمه صغير لكنه
سيء. طيب يبقى ايه الصيغة المثالية ال H 264؟ كله يكتب لي كده الصيغة المثالية ايه؟ H 264. يلا ها اكتبوا لي كده. اتش 264. طيب ايه اللي ممكن يخليني اختار حاجات تانية؟ يعني ايه اللي يخليني اختار صيغ تانية؟ ايه اللي بيخليني اختار صيغ تانية؟ طيب تعالوا اقول لكم. احيانا الجهة اللي انا اللي عايزة مني العمل هي اللي بتطلب مني صيغ. يعني مثلا لو انا بعمل، شفتوا انتوا في لوحات طرق دلوقتي اللي هي بتبقى ليد دي، اللي بتعرض شاشات الاعلان بيبقى شغال كده، في اعلان شغال على شاشه او الدور الكبيره، اعلان شغال، دي ما بتاخدش الاتش 264، دي بتاخد اي في اي. فانا العميل بتاعي هيقول لي عايز فيديو ابعاده كذا في كذا، تمام، وصيغته كذا، فانا بلتزم بالصيغه اللي العميل طالبها. طيب انا حكيت لحضراتكم على التلفزيون السعودي، تمام، ان انا كنت شغال لهم مسلسل اللي عرضته على حضراتكم في الجروب. طيب التلفزيون السعودي اشترط عليا ان انا اسلمه الصيغه MPEG 2، تمام، والام اكس اف، خلوني اصدر مره الحلقات كده والحلقات كده، لان انظمه البث بتاعتهم بتشتغل بالنظام ده. حلو. لكن احنا كناس عايزين نعرض شغلنا على السوشيال ميديا او اليوتيوب، او حتى نعرضه يتحط على فلاشه اي حاجه، بنشتغل على اتش 264. قلنا ليه؟ لان دي الصيغه المثاليه، احسن صيغه في الوضوح وفي الحجم، تمام. اختار ال اتش 264. طيب طبعا يا شباب السايز بتاعنا، المقاس بتاع الفيديو احنا مختارينه من الاول، فاكرين ولا مش فاكرين؟ قلنا ان احنا بنعتمد على السورس بتاع الفيديو بتاعي، الا لو انا عندي مقاس معين وريت حضراتكم ازاي بندخله. المقاس بتاعي محدد سلفا، ده 4K. ركزوا معايا في النقطة دي، شايفين الفيلد اوردر دي؟ انتوا هتلاقيها مقفولة كده ديمد، مش متاحة ان انتوا، لكن لو لغيته كده برضه هتلاقوها مقفولة، عشان تحرجني عشان ده نوع الفيديو كده. عموما خلينا نركز، هنا عندنا كلمة بروجريسيف، تمام؟ بروجريسيف دي في منيو ممكن تختار منها ابر فيرست ولور فيرست. دايما نحرص ان احنا عندنا هنا دي تبقى بروجريسيف. لو هي مش بروجريسيف ابر فيرست او لور فيرست، لو لغيت الصح دي هتتفتح لي النافذه اقدر اختار منها بروجريسيف. خلاص يا شباب دايما نخلي الاوبشن بتاعنا في الفيلد اوردر بروجريسيف. نخليه ايه؟ اكتبوها لي بالعربي يلا عشان ما نقعدش نكتب انجليزي وكلمه طويله. نخليه ايه؟ بروجريسيف. هتكتبوا بروجريسيف يا رجاله ويا اوانس. الاوانس جمع انسه، والانسه هي صانعه الانس، فجزاكم الله خير ايتها الاوانس. ممتاز. جميل جدا. طيب هل محتاج العب في اي حاجه تاني هنا؟ محتاج تلعب في حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ انت هتحفظ الملف فين وهتحفظه باسم ايه. هنا عندنا قال لي الاوتبوت نيم، اسمه ايه الملف بتاعك ده؟ هقول له اقدر اغيره من هنا، يعني انا ضغطت على الاسم اللي كان طالع، اقول له ده فاينل مثلا، فاينل، نقلب انجليزي كده نقول له فاينل، فاينل، فاينل. حلو. وبعدين نختار المكان، احنا الملف بتاعنا اللي عملناه فين؟ في الديسكتوب، في التست بروجكت. عندنا من الاول كنا حاطين من باب التنظيم فولدر اسمه فاينل كمان، اختار هنا واقول له سيف، اوتوماتيكلي هلاقيه هنا الاوتبوت نيم اسمه فاينل، ولو وقفت هنا الاقي مكانه في اللي انا حددته له على الديسكتوب، في التست بروجكت، في الفاينل، واسمه فاينل. طيب عندنا الاثنين دول، لو انا عايز اصدر الصوت بس بقول له اكسبورت اوديو، لو انا عايز اصدر الفيديو بس بقول له اكسبورت فيديو. عايز اصدر الاثنين طبعا الاثنين هيطلعوا معايا، تمام. طيب اكسبورت اوديو دي مش هيطلعوا لي ملف ويف، انا ما دام هنا مختار الفورمات فيديو
هيطلع لي ملف فيديو لكنه اسود ما فيهوش حاجه غير الصوت، حلو، غير لما اجي هنا واقول له اكسبورت ويف، ويف بصوا كده، ويف فورم، فورم فيديو، اوتوماتيكلي هو يقفل لي الفيديو لان دي صيغه اوديو فقط، صوت فقط، اللي هي الملفات الويف. خلاص ارجع تاني اتش 264 اهو. طيب هل غير الاسم والمكان محتاج اغير اي حاجه تاني؟ حاجه واحده بس. بصوا يا شباب، استنوا دي انا عايز ارفعها فوق. هو هنا بيقول لي الفيلم بتاعك هيبقى حجمه 125 ميجا. طيب انا احيانا ببقى مقيد بحجم معين، يعني احيانا يطلع لي الفيديو بتاعي هيبقى جيجا وانا معايا اسطوانه 700 ميجا فقط، فمحتاج اصغر الفيديو على حجم الاسطوانه. طبعا خدوا بالكم كل ما بقلل في المساحه كل ما انا بضحي بالجوده. يعني ايه؟ يعني هو هنا قال لي احنا اتفقنا ان دي افضل صيغه، اي نعم، لكن هو بيديني اعدادات ديفولت لي وبيقول لي ده الحجم بتاع الفيديو بتاعك لما انا اطلعه، تمام. فلما بغير بقلل في الجوده. طب بغير منين؟ خلونا نشوف. بصوا البيت ريت انكودنج ده نوع، نوع التكويد اللي هو هيستخدمه، حاجه مش هتفرق معانا احنا قوي، لكن انا يعني متعود ان الفي بي ار دي دايما بتخدني ما بتطلعليش 125، بينما السي بي ار بتطلع لي على طول الحجم اللي احنا متفقين عليه، ما بتضحكش عليا. ركزوا معايا دلوقتي، مثلا لو انا بعمل فيديو عايز ابعته على الواتساب، مثلا واتساب اخره 64 ميجا، فبعمل ايه؟ بختار سي بي ار عشان اضمن ان الحجم ده يطلع لي هو نفسه اللي هو قايله لي، واجي هنا، هنا ال 10 دي الهاي كواليتي، لو زودت هيزيد معايا طبعا وهيبقى الحجم خرافي، لكن هو ال 10 بيضمن لي ان ده الكواليتي الصح بتاع الماتيريال اللي انا مدخله. حلو؟ طيب عايز اقل عن كده، عايز اوصل ل 64، بعمل ايه؟ بنزل اهو، علمت عليها، يا اما انزل بالماوس، عفوا بالاسهم بتاعت الكيبورد. بصوا كده لما عملنا 8.5 بقى 107 بس، لو جيت عملت كده نزلت 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 اهو، فضل 3 4، بصوا بتنقص معايا لغايه ما اختار اللي انا الحجم اللي انا عايزه. خلاص يبقى احنا في النافذه دي اخترنا للفيديو اتش 264، نزلنا اتاكدنا ان احنا مختارين بروجريسيف، تمام. جينا هنا اتاكدنا ان احنا بدل ما هو في بي ار اخترنا سي بي ار، ما بيفرقوش عن بعض في الانكودنج غير ان السي بي ار بيبقى دقيق، الفي بي ار ممكن يتغير، تمام. ومن هنا ال 10 هي الهاي كواليتي بتاعتي، ولو عايز اقل عشان الحجم يبقى مناسب بنزل لغايه ما اختار الحجم اللي انا عايزه، تمام. طيب اجي هنا للنهايه اتاكد ان انا مختار السيكونس ان واوت، لان انا في كذا خيار عندي، الورك اريا، الانتاير سيكونس لو عندي ملفات ورا اللي انا محدده، لكن انا محدد ان واوت فهقول له خد لي الان والاوت بتوعي، جميل. طيب بعد كده بيبقى عندي هنا حاجتين، يا اما كيو دي يا اما اكسبورت. خلينا دلوقتي في اكسبورت لان احنا بنشتغل على البريمير بس. بس ايه الكيو دي؟ دي في برنامج بتاع ادوبي اسمه ادوبي ميديا انكودر، ده ايه وظيفته؟ ده وظيفته بس انه يصدر الملفات. طب ليه عاملينه؟ عاملينه ان احيانا ببقى انا مثلا شغال في المسلسل فعايز اصدر حلقه بينما انا بشتغل في حلقه تانية. لو انا صدرت من البريمير نفسه، لو انا صدرت البريمير نفسه عن طريق اكسبورت كده، خلاص البريمير هيفضل يصدر، والتصدير احيانا بيبقى بالساعات، خدوا بالكم. يعني احنا بنشتغل مثلا فيلم ساعتين ثلاثه، بتسيبه ده خمس ست ساعات حسب سرعه الجهاز بتاعك، حسب الكواليتي اللي انت مطلع بيه، تمام. فالتصدير بصفه عامه بياخد وقت طويل، فاحيانا ببقى انا برضو محتاج اشتغل على البريمير مش عايز اتعطل، فبصدر بره من هنا. لكن احنا بما اننا مشغلين على البريمير فقط دلوقتي وبنصدر مقطع صغير، فبعد ما خلصت اقول له اكسبورت، هوب طبعا هيتطلع لي النافذه دي، هيبدا اول حاجه يجمع الاصوات بتاعته والدنيا بتاعته، وبعد كده هنا بيقول لي ايه انا هتصدر. هو البريمير بيقول لي انا هاخد 20 دقيقه، هاخد 17، بصوا بيفضل كده كل ما يخش في حته في الفيديو يديها تقدير معين. بتفضل طبعا النافذه اللي قدامي دي والبار بتاع التحميل ده شغال لغايه ما يوصل 100% ويقول لي انه خلص. طبعا انا احنا مش هنستنى ال 17 دقيقه دول، تمام. هنعمل كنسل ونفترض ان الملف خلص صدر. طبعا لما ايه بيتصدر بنلاقي رجع لنا للشاشه دي، مفيش اي ويندو. خلاص لما يوصل لكده
نعرف ان الفيديو بتاعنا اتصدر، وبنروح هنا على فاينل بنلاقي العمل بتاعنا اكتمل. طبعا انا بما اني كنسلت لان مش هنتعطل الوقت ده كله، العمل بتاعنا مخلص. لكن كده طبعا انا ممكن نشرح، بصوا احنا عاملين وقت طويل، خلونا نعمل حاجة صغيرة بس كده، حتة صغيرة كده اهو، صغننة خالص اهو كده، حاجة ما تاخدش وقت، وليكن مثلا الفترة دي اهي مجرد ثواني اهي، ونقول له تاني فايل اكسبورت ميديا، ونختار هنا نقول له اعملها لي فاينل وسميها كده 3 وحايد، واقول له سيف، واقول له اكسبورت. بصوا اهو هياخد اهو 45 43، شفتوا كل ما الدنيا كانت قصيرة كل ما بياخد وقت اقل، طبعا الدنيا تزيد ياخد وقت ازيد. لو شفتوا عرفنا ازاي عملنا الان والاوت بتوعنا. يلا يا عم صدر 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 صدر. طيب صدرنا، هنيجي هنا على الفاينل بتاعنا. ايه ده، لقينا فيديو فعلا موجود واهو زي ما احنا حددنا، وهنلاقيه فيديو صغير جدا لان احنا حددنا ثواني. اهو نفس اللي احنا حددناه اهو، بكواليتي عالية ما تأثرتش بحاجة، زي الاصل بالظبط، لان احنا مصدرين بقتش 264. طيب اللي فهم التصدير معايا يضغط رقم 6. طيب كده اقدر اقول لكم الف 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 مبروك، احنا دلوقتي بقينا منترين خلاص. خدنا من بداية ما دخلنا الملفات الخام بتاعتنا ايا كان نوعها، اصوات او فيديوهات او صور او نصوص، وعملنا عليها ايديت عن طريق التايم لاين والتولز بتاعتي، وخدنا الافكتات وخدنا الافكت كنترول، وبعدين اتعلمنا ازاي نعمل ان واوت ونصدر العمل بتاعنا عن طريق الاكسبورت. تمام جدا كده، انا اقدر اعامل كل واحد من حضراتكم على انه مونتير. الف الف مبروك ان احنا وصلنا للنقطة دي، اتمنى انكم تكونوا فهمتوا كل اللي فات. ناخد بقى شوية حاجات بسيطة يا شباب مهم جدا نتعامل معاها. اول حاجة، منتشر في زماننا للأسف الناس اللي بتمسك موبايلات وتصور، ودي حاجة حلوة ووحشة في نفس الوقت، لان في ناس حضراتكم بتصور بالطول، يعني انا باجي اصور فيديو بصور فيديو بالطول، وطبعا ده بيخلي الفيديو بتاعي عامل كده، بيخلي لي الفيديو بمنتهى البساطة، لا استنى، بيخلي الفيديو بتاعي عامل كده اهو، الاقي الناس متصورة الفيديو عامل كده، وبقيت ده سواد، تيجي تشغله تلاقيه سواد، ده غير انه احيانا بيبقى مقلوب. طيب ايه الحل المثالي للنقطة دي؟ لو بتشوفوا فيديوهات للحاجات دلوقتي الاخبارية المختلفة بنلاقي ان هم بيحلوا الموضوع ده ازاي. ركزوا معايا، انا الفيديو هو المصور معايا بالموبايل المطول ده اهو، وسايب لي فراغ اسود في اليمين والشمال سخيف ما ينفعش اعرضه على شاشه التلفزيون، اعمل ايه؟ هاجي على المقطع بتاعي اهو وادوس عليه الت واسحب لفوق. احنا قلنا الت دي عشان ايه؟ عشان انسخه. بقى عندنا نسختين، هاجي للنسخه اللي تحت كده، للنسخه اللي تحت، واجي من الافكت كنترول واقول له سكيل، اقفل كده اعمل له يونيفورم واقول له سكيل. تمام، انا كبرت الملف بتاعي، حلو، ادي الفيديو بتاعي انا كبرت حجمه. اعمل ايه كمان؟ شكله برضو سخيف، هاجي اشغل الفيديو هلاقيه شكله سخيف، حلو. ايه العمل بعد كده؟ العمل يا سيدي ان انا اجي هنا على حاجة اسمها بلور. بلور اللي هو ايه؟ تغبيش لحاجات مختلفة، اختار منهم الجاجيان، جاجيان بلور ده اهو، واسحبه كده على الفيديو اللي تحت،
حلو، واجي هنا بقى على الافكت كنترول اشوف الجاجيان بلور اللي ضفته ده اهو، هلاقي عندنا حاجة اسمها بلورنس، يعني درجة الضباب او درجة الايه الاوت اوف فوكس بتاعتي اللي انا عايزها. شوفوا كده، هقوم معليها واصبر عليها تتطبق. هلاقي بصوا عملت التغبيش ده، طبعا بنشوفها لو بنتفرج على فيديوهات موجودة على اليوتيوب كتيرة، لما بتبقى عفوا مش اليوتيوب، الفيسبوك وكده، في حاجة فيديو متصور بالطول بيعالجوه بالطريقة دي. فانا حبيت ان حضراتكم تبقوا عارفينها، يعني على اساس ان ايه، ان قد يقابلكم في موضوع المونتاج ده فيديو بالصورة دي وتحتاجوا تعالجوه بطريقة كويسة. تمام، عرفنا الطريقة دي، اللي فهم معايا النقطة دي يضغط لي رقم 5. طيب حاجة كمان، ها فين الباقي؟ ايوه حاجة كمان يا شباب مهمة جدا، عزل الكرومة. عارفين يعني ايه كرومة؟ طبعا هنزل لكم بوست كافي ووافي عنها، لكن الكرومة ازاي نعزل كرومة على البريمير. تعالوا نشوف مع بعض. الكرومة دي عبارة عن شاشة خضراء بنصور عليها في استوديو او في اي مكان، بحيث ان انا بعد كده استبدل الخلفية باللي انا عايزه. يعني انا عايز دلوقتي اصور كاني في باريس، اتصور على شاشه خضراء، وبعد كده اجي بالبريمير اشيل الخلفيه الخضراء واحط نفسي في باريس او في اي مكان. تعالوا طيب نشوف فيديو كده، حاجه نشتغل عليها، وليكن مثلا تدريب الموهوبين، وندخل على على الافتر افكت كده، وناخد مثلا الصوره دي والفيديو ده ونسحبهم دراج اند دروب ونحطهم جوه البريمير بتاعي. تمام، هحط الصورة بتاعتي تحت هنا اهو اهي، طبعا بما ان حجمها صغير فهقوم مكبرها من الافكت كنترول. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اي صورة بكبرها بتبوظ، فدلوقتي احنا عشان اغراض الشرح هنتنازل، لكن بعد كده تحرص ان الصور بتاعتك تبقى هاي كواليتي عشان ما تبوظ. ادي الخلفيه بتاعتي اللي انا اخترتها، وعندي هنا نشوف كده، اوبا ده الحاج جان كلود فان دام بيعمل شويه حركات اكشن على خلفيه خضراء. تمام، طيب انا عايزه يجي في ايه، في هذه الحاره المخيفه بيعمل لي شويه الاكشن بتوعه، فهقوم عامل كده ساحب الحاج جان كلود فان دام اهو. تمام، برضو هلاقي الفيديو بتاعه صغير، فهقوم عامل ايه، هضغط على اروح الافكت كنترول واقوم واقف على الفيديو بتاعي كده، واقوم مكبر برضو لغايه ما الشاشه تبقى مناسبه. لكن زي ما قلت لكم ده بيبوظ الفيديوهات، واحنا دلوقتي الاغراض الشرح فقط تنازلنا، الشغل الاحترافي ما ينفعش بكسل الدنيا. طيب اهو، ازاي اخلي الاخضر ده يختفي من غير ما جان كلود فان دام يختفي؟ تعالوا نشوف. بنيجي هنا على حاجه اسمها في الفيديو افكت الايه، الكيينج. يعني ايه كيينج؟ كيينج يعني عزل. ازاي اسمها اصلا عزل كروما؟ ادي الكيينج بتاعي. تمام، وبعد كده اقول له هنا عايز اعزل كروما، فباجي لحاجه اسمها الترا كي. الترا كي، ركزوا معايا ازاي بعزل كروما. باجي هنا، باجي للالترا كي واجي اسحبها على الفيديو بتاعي زي ما اتعلمنا ازاي نضيف الافكتات، ونيجي بعد كده الافكت كنترول هنلاقي الالترا كي جت هنا. طيب هنا بيقول لي، هنا بيقول لي ايه اللون اللي انت عايز تعزله يا عم سالم؟ يعني ايه ده؟ بما انه بيقول لي اختار اللون، يعني انا ممكن اعزل حاجه غير الاخضر؟ اه طبعا ممكن تعزل اي لون، مش لازم الاخضر بس. طب ليه يا عم سالم الكروما بتبقى خضراء؟ اقول لك لا، مش دايما بتبقى خضراء، احيانا بتبقى زرقاء. ايه ده؟ طب ليه الاخضر والازرق؟ هل ينفع تبقى حمراء؟ اقول له لا، ما ينفعش الخلفيه الكروما تبقى حمراء او سوداء او اي لون تاني. ليه؟ هقول لك. هما لما جم يبصوا على الاخضر لقوا ان الاخضر ده اقل لون موجود في بشره الانسان، وبالتالي لما تيجي تعزل الكروما الخضراء ما بيتاثرش اي حاجه من ايه، من بشرة الإنسان تماما. طيب ليه بختار الزرقاء؟ ما الخضرة حلوة. الزرقاء عشان أحيانا بكون عايز أعزل حاجة فيها نباتات، عندي نبات مثلا بصور شجرة
على كرومه وعايز اعزلها، لو كرومه خضراء وورق الشجر اخضر هياكلوا بعض، صح ولا غلط؟ وبالتالي عشان كده الاخضر هو اللون المثالي الا في حاله التصوير او الدور، وفي عندنا نباتات واشجار بنضطر ان احنا نستخدم اللون الازرق. خلاص فهمنا ليه الكرومه؟ طبعا لو واحد لابس اخضر الدنيا هتضيع ولبسه هيضيع في الكرومه. فهاجي هنا واقول له يا عم جان كلود فان دام اخد القطاره بتاعتي كده واختار اللون الاخضر ده، اوبا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ راحت الخلفيه الخضراء ونقدر نتفرج على جان كلود فان دام وهو بيلعب كاراتيه في الحاره المخيفه. بصوا بقى كده اهو كأنه في نفس الفيديو بتاعنا. تمام. طيب الكروما دي تعتبر مثاليه، يعني الخلفيه الخضراء كانت وراه مثاليه، لما تيجوا تحتكوا بالواقع مش هتلاقوا مثاليه ولا حاجه، لان ايه فيها احيانا بيبقى الاضاءه نازله عليها ففيها شادو، فبدل ما تتصفى بالكامل تطلع لك حتت كده سودة وكده. فهنزل لكم فيديو بالتفصيل ازاي اعزل الكروما وانضفها. تمام. اللي فهم معايا الحته بتاعت الكروما دي يضغط على 3. فين الباقي؟ فين داود؟ لا داود انت بتسبقش الناس، لا انا كده بقى. يبدو ان داود في حد خطفه او هو زهق مننا ومشي. طيب حاجة اخيرة عايز اشرحها لحضراتكم، تعالوا كده نمسح الفيديو بتاع جان كلود فان دام ده قبل ما انسى. بصوا يا شباب ركزوا معايا هنا، دي ملناش دعوة بيها خالص. الماجنت ده او المغناطيس، لما باجي انزل فيديو كده ركزوا معايا. فاكرين الرسالة دي كانت بتاعت ايه؟ قال لي الفيديو اللي انت دخلته بما ان التايم لاين فاضي، مقاساته غير مقاسات التايم لاين، هل اخلي نفس مقاسات التايم لاين ولا اغيرها؟ انا ممكن اقول له هنا اغيرها لان انا عايز البتاع يبقى كامل الشاشة، مش مشكلة عندي. طيب ادي اهو، بصوا يا شباب لما باجي اقطع هنا كده، بصوا لما يبقى في مغناطيس عندي، لما المغناطيس ده بيبقى متعلم بلاقيه ايه؟ بيساعدني شويه في ان انا ما ادخلش حاجه على بعض. بصوا كده هو، بصوا شفتوا السحبه دي؟ شفتوا كده انا واقف هنا، شفتوا هلاقيه فجاه راح كده؟ ده بسبب وجود المغناطيس ده، بيوقف لي حواف المقاطع عند بعضها بحيث ما تدخلش على بعضها كده وتاكل بعض. لو انا مش عايز اكلها مش عايز ادخل بغشامه كده، هو اوتوماتيكلي بيسحب لي الفيديو ويوقفه لي. عايزه كده مش عايزه تسحب براحتك، لكن هو بيتوقع ان انت مش عايز تدخل فيديوهات على بعض، انت عايز تخلي الحواف بتاعت المقاطع جنب بعضها. طيب لو انا شلت لغيت المغناطيس ده الماجنت ده، بصوا كده مش محدش مفيش حد هيوقفني، مفيش حاجه هتقف، خلاص اهو هنا ادخل على هنا كده مفيش حاجه هتقف. فده بيساعدني ان انا ما اكلش الشغل، وبالتالي حاولوا دايما تخلوه شغال لانه ما بيضايقناش، بالعكس ده بيفيدنا. خلاص بيفضل واقف شويه كده يقاوم، الا لو بقى ضغطت جامد يقوم ايه مستجيب ليك في النهايه. خلاص. حاجه تانيه احيانا ببقى ايه، بنزل فيديو فالفيديو اهو، الفيديو بتاعي اهو، تعالوا نمسحه وننزله من اول وجديد. الفيديو بتاعي صوت وصوره، صوت وصورة، طول ما هنا في في معناها ان في فويس معاه. طيب لما اجي عايز اعزلهم ممكن اعمل ان لينك كده واحرك ده لوحده وده لوحده. طيب مش لازم اعمل كده، انا ممكن من غير ما افصلهم عايز اقطع حتة معينة فادوس على هنا. تمام. دي بتخليهم مفصولين من غير ما ادوس كليك يمين واقول له بتاع، وهنا هو عارف ان دي مربوطه بدي، بس انا عشان لغيت الخيار ده خلاص اقدر افصل، اقدر اقطع دي لوحدها واخدها كده كنترول اكس وارجع تاني احطها في اي مكان بقى الفيديو فقط اهو. تمام. ولو عايز بقى اعمل كده تاني ارجع كده هلاقيه
مسك لي دول، دي طبعا اتقطعت عنهم خلاص، لكن دول اهو هو لسه معترف ان ده هو، ده هو عفوا مربوط بالملف ده. طيب حاجة كمان، تعالوا نشوف، احنا دخلنا هنا صور، عندنا صورة الطماطماية دي وصورة الخلفية دي، تعالوا نشوفها. بصوا هنا احيانا بيبقى عندي مجموعة صور وعايز احركهم على البريمير، لو عملتهم كده بشكلهم سخيف شوية، تمام، فبتحايل على الافكت كنترول بتاعتي مثلا ازاي اعمل تحريك حلو. خلينا نكبر دي مثلا كده، وناخد هنا كي فريم زي ما اتفقنا عن طريق الستوب ووتش، هنبدأ كبيرة وبعدين نيجي هنا كده ونقول له ايه، صغرها شوية خلاص مثلا كده، اتأكد من البداية للنهاية اهو، واجي هنا عند صورة الطماطم برضو عايز اديها حركة فهكبرها شوية، تمام، وانزلها لتحت، واخد هنا كي فريم اخليه في البداية، وارجع كده ارفع لفوق، تمام. دي كانت صور ثابته انا اديتها ايه، اديتها موشن، واجي هنا في النص اعلم عليهم وادوس كليك يمين، قلنا بيعمل لي ايه في الترانزيشن، عفوا اجي هنا كده واقول له ابلاي ديفولت ترانزيشن، بصوا عمل لي الشفافيه بتاعتي. طيب انا بعمل كده بلاحظ ان الكي فريم بيتزق، لا ارجعه تاني زي ما كان للحواف عشان الحركه تبقى سلسه كده اهو، خلاص اتعلمنا ازاي نعمل حركه بسيطه جدا وبتدي جمال للصور بدل ما ايه تبقى متنحه كده ايه ولازقه في بعض. مفهومه دي يا شباب؟ اللي فاهمني هنا يضغط لي رقم 7. طيب انا كده وصلت لنهاية الشرح بتاعي ووصلت لنهاية المحاضرات اللي اتفقنا عليها مع حضراتكم. طبعا هيتبادر لذهن كل واحد فينا سؤال، هو كده سالم ادانا البريمير كله ولا ضحك علينا؟ لا في الحقيقة سالم لا ادانا البريمير كله ولا ضحك علينا، سالم ادانا من البريمير اللي يقدرنا ان احنا نعمل فيلم او عمل مرئي. كده احنا اجتزنا مرحلة ان احنا مش عارفين ولا حاجة لمرحلة ان انا بقيت مونتير مبتدئ، اتعلمت واجهة البرنامج ازاي افتحه، ازاي اعمل ملف جديد، ازاي ادخل ملفات، ازاي اشتغل عليها بالادوات او بالافكتات، وبعد كده ازاي احفظ الملف بتاعي وبعدين اصدره في صيغة فيديو مرئية. اتمنى ان انا اكون وفقت في الكلام ده، واتمنى ان حضراتكم تكونوا فاهمين كل اللي انا شرحته لكم الفترة اللي فاتت. انا بعتذر لكم ان بعض المحاضرات بتكون دسمة وسخيفة، بس يعني زي مثلا مادة الفيزياء ومدرس الفيزياء، مدرس الفيزياء ده لزوز وعسول، لكن مادة الفيزياء هي اللي تقيلة ورخمة، فايه فما تزعلوش من مدرس الفيزياء وايه وصبوا جام غضبكم على الفيزياء نفسها. لو في أي حد من حضراتكم عنده أي استفسار أنا حاضر وجاهز وتحت أمركم. طبعا الجروب موجود، الجروب ده احنا فتحناه عشان الكورس ده، لكن إن شاء الله مش هيتقفل، وبإذن الله يعني هنكمل لو في محاضرات تانية مستقبلا لزملاء ليكم، أو حضراتكم حبيتوا ترجعوا تراجعوا تاني الكورس متاح. ده منصة عشان كلنا نبقى موجودين فيها، لو احتاجنا أي مساعدة مستقبلا، انا احتجت منكم مساعدة او انتوا احتجتوا مني مساعدة، انا حاضر لحضراتكم في اي وقت. اللي عنده اي سؤال جوه اللي خدناه او بره اللي خدناه يسأل، مفيش مشكلة. اللي شايف ان كان في حاجة ناقصة وعايز نشرحها نرجع نشرحها، مفيش مشكلة مع بعض في اي وقت. بالنسبة لمشروع التخرج ان شاء الله انا عايز من حضراتكم، يعني هنكتب على الجروب عشان انا حاضر في دماغي هنعمل ايه، انا عايز حضراتكم تمنتجوا لي دقيقة، لكن عشان أسهل عليكم هنتفق الدقيقة دي إيه محورها أو إيه نظامها، تمام. لازم برضو أتأكد إنكم عندكم مقدرة إنكم تنزلوا فيديوهات من على الإنترنت عشان تشتغلوا عليها، فدي حاجة مهمة جدا. لكن إن شاء الله معاكم مهلة 10 أيام، كل
حد في حضراتكم يقدم لي فيديو مدته لا تقل عن دقيقة، وممكن ما تزيدش عن دقيقة. هنتفق على موضوع ايه الدقيقة دي وازاي نشتغلها مع بعض ان شاء الله على الجروب، لكن بإذن الله هو ده مشروع التخرج اللي احنا هناخده ان شاء الله. عايز اشكر جدا 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 انوار رسالة فرع المهندسين، جزاهم الله خير، واحب اشكر بصفة خاصة الاستاذة ياسمين جزاها الله خير. يعني من غير تفاعلها وحرصها يمكن ما كانش الكورس ده يطلع بالصورة اللي طلع بيها دي، فجزاها الله خير. شكرا جدا يا ياسمين، ربنا يكرمك، وشكرا على حماسك ونشاطك واهتمامك. وبشكر طبعا عتاد الشباب والاستاذة مريم، لان برضو بدون وجودها كنا احتسنا كتير. وبشكر عتاد تحديدا على حرصهم ان هم يقدموا منصات الكترونيه مناسبه للناس بحيث ان الناس ما تتعبش. يعني بشكر حضراتكم جدا انكم صبرتوا عليا، وعايز اعتذر لكم. يعني عاده في ناس ما بتحبش الهزار والقلش والسخافه دي وكده، فدول انا بعتذر لهم جدا. لو كان قلشي يعني كان اوفر او ضايقتكم بالهزار اللي مش مناسب او حاجه زي كده فتعذروني يعني، واللي شتمني في سره خلاص بقى ربنا يسامحه، واللي لسه متضايق مني يسامحني. اتمنى ان انا اكون عملت اضافه لوقتكم ما اكونش اهدرته، وكفايه بقى كده، جزاكم الله خير، مش عايز ارغي اكتر من كده. اللي عنده حاجه يتفضل يقولها، واللي ما عندوش يتفضل من غير مطرود، قصدي يعني يتفضل بقى يقابلنا في الجروب. عايز نشاط، عايز انصحكم نصيحة أخيرة. بصوا يا شباب، ركزوا معايا، مع اختلاف سننا كلنا، في مننا ناس صغيرة جدا وناس كبيرة جدا، دي مش حاجة عيب، ده طبيعي في البشر، بس لازم يبقى عندنا معرفة أكتر بالكمبيوتر. دلوقتي أنا عشان أشتغل مونتير بشتغل على جهاز كمبيوتر، ما ينفعش أقول إن أنا مونتير شاطر وبتعلم مونتاج وأنا ما بعرفش أنزل برنامج من على الإنترنت وأسطبه. ما ينفعش ابقى مونتير وانا مش عارف انزل برنامج واعمل له كراك، لان هفاجئ ان برنامج المونتاج ده التجريبي انتهى. ما ينفعش ان انا ببقى عايز اشتغل في فيديوهات وانا مش عارف انواع صيغ الفيديو اصلا، وما اعرفش يعني ايه كودك وايه الكودك اللي بيشتغل على جهازي وايه لا. ما ينفعش ابقى انا مونتير وما اعرفش يعني ايه برنامج ضغط، ما اعرفش استخدمه. وبالتالي الثقافة العامة في الكمبيوتر، مش كلنا خريجين اي تي ولا كلنا خريجين علوم حاسب ولا كلنا متاح لنا الكمبيوتر من نعومة اظافرنا، تمام؟ لكن لازم نسعى ان احنا نتعلم. اليوتيوب مليان يا جماعة والله، ممكن نتعلم كل حاجة بمنتهى البساطة. كورس المونتاج ده انتوا كان ممكن تبقوا في غنى عنه وترتاحوا من صداع سالم ووجع دماغ سالم ورغي سالم لو دخلنا اتفرجنا على كام محاضرة على اليوتيوب، وهي انوار وفرت المحاضرات اهي اونلاين، يعني اللي عاجبه غتاتي برضه هيلاقيني موجود اونلاين. فاللي انا اقصده لازم نثقف نفسنا في الكمبيوتر، ما ينفعش يبقى في حاجات كتيره مش عارفينها وعايزين نبقى مونترين هنعطل. احنا في المسيره المهنيه بتاعتنا هيجي لنا فيديوهات صيغتها ما تتقريش على الجهاز بتاعي، عضلتم؟ لا، لازم اتعلم ازاي احولها. عميل هيبعت لي حاجات على الانترنت وموقع الرفع اللي هو بعته لي جديد عليا، لازم ابقى عارف ازاي اعمل داونلود وازاي اعمل ابلود. الحاجات دي كلها مهمه يا شباب ويا شابات طبعا، فلازم نركز في النقطه دي. اللي عنده قصور في حاجه في الكمبيوتر لازم ينميها، ما يستسلمش وما يقفش، لازم تبقى ملم بكل حاجه في الكمبيوتر الاساسيات. ازاي اعمل ملف مضغوط، ازاي افك ضغط، ازاي اعمل داونلود، ازاي اعمل مش عارف، الكلام ده مهم جدا. مش هتبقى مونتير، انا اديتك سكينه بتاعه الجزار هتقطع ايدك بيها وانت مش عارف، لانك مش ملم بابعاد استخدامها، تمام؟ مفهوم النقطة دي يا شباب؟ فنصيحة مني ليكم، ارجوكم لازم تبقوا مثقفين في الكمبيوتر بقدر الامكان. اللي عنده خبرة في حاجة ينميها، اللي ما يعرفش حاجة يسأل. انا ما عنديش مشكلة ان الجروب بتاعنا ده تسأله بحاجات تانية، ازاي انزل ويندوز، ازاي افتح ملف وورد، ما عنديش مشكلة. خلاص خلص كورس المونتاج بتاعنا، الجروب متاح لكل واحد فينا مش لسالم بس، يعلم التانيين والناس تسأل ما تتكسفش. معلش انا وعدتكم ان انا مش هطول، لكن طولت في النهايه. اتمنى انكم برضو تتفاعلوا شويه، لان الصراحه انتم ما بتتفاعلوش، وده يخليني اضطر اطلع الخرزانه، لان انتم يعني الاقي الناس حضرت معايا. طب يا جدعان قولوا رايكم في المحاضره، فناس كانت معايا وعملت سين للبوست وما ردتش، فالفلكه موجوده حضرتك، يعني ما تجبرنيش ان انا اضطر ايه ادخل لك اجيبك وايه
نتفاعل شوية. ها، جزاكم الله خير، وأنا سعدت جدا بوجود وجودي معاكم، وسعدت جدا بإن اتعرفت على كل واحد فيكم. اللي لسه ما اتعرفش عليا وما اتعرفتش عليه، يعني ممكن ما يتعرفش عليا ويرتاح، لكن يعرفني بنفسه يكون حاجة تشرفني جدا. وجزاكم الله خير، اللي عايز يطلع بقى يطلع، أنا مش هقول حاجة تاني. مع السلامة.